السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس علا محمد، مدرسة لغة عربية الصف الثاني ابتدائي بمدرسة ليدر جو رياض للغات. احنا يا ولاد النهاردة هناخد مراجعة على أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هما هذا، هذه، هؤلاء، هذان، هاتان. طيب، هذا للمفرد المذكر، هذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، المثنى اللي هما اتنين، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع بنوعين سواء مذكر او مؤنث. طب هذه بتبقى للجمع الغير عاقل اللي هو مش بيفكر. طيب نحل مع بعض كده. عندنا اقواس وهيقول لنا اختار منهم هذا وهذه، هذان، هؤلاء، هاتان، هذين. تلاميذ، هنختار تلاميذ هتبقى ايه؟ هذا ولا هذين ولا هؤلاء ولا هاتان ولا هذه؟ تلاميذ جمع، فناخد لها اسم الإشارة اللي مناسب ليها، هؤلاء. طيب رقم اتنين، طفل صغير. طفل نقط، طفل صغير، طفل صغير اللي هو مفرد. طيب هناخد له ايه؟ هذا، هذا طفل صغير. طيب بنتان صغيرتان، بنتان هتاهم هاتان، بنتان، هاتان. طيب طفلة صغيرة هتبقى هذه طفلة صغيرة. شابان يريدان السباحة، شابان دي مثنى مذكر، يبقى هذان شابان يريدان السباحة. طيب أشجار عالية، أشجار جمع غير عاقل، جمع مش بيفكر، يبقى هياخد هذه أشجار عالية. اختر اسم الإشارة المناسب في الشكل المقابل مما يلي. نقط، باب مغلق، هذا باب مغلق. معلمتان مخلصتان، معلمتان هتبقى هاتان معلمتان، لأن ده مثنى مؤنث فأنا بختار له هاتان. حقيبة صغيرة، حقيبة مفرد مؤنث، هذه حقيبة صغيرة. معلمون هتبقى هؤلاء معلمون. بيتان كبيران المساحة، بيتان مثنى مذكر هتبقى هذان. تمام، اكتب الاسم، اكمل الجمل باسم إشارة مناسب. نقط، الطفل يحلم بالحرية. أسماء الإشارة هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. الطفل يبقى هذا الطفل، بنشاور على الطفل ده وبنقول عليه هذا. طيب طائرتان حبيبان في القفص، طائران حبيسان في القفص، طائران حبيسان في القفص هتبقى هذين. شاعرتان، شاعرتان، هاتان. أبطال هيبقى المقاومة المنتصرون، أبطال جمع مذكر هيبقى هؤلاء. المعلمون مخلصون هتبقى هؤلاء المعلمون مخلصون. طيب هنختار بقى لاسم الإشارة مناسب ما بين القوسين، وضعه في المكان في كل جملة مما يأتي. ممرضتان تعالجان المرضى، ممرضتان هتبقى هاتان. لاعبون في الملعب هتبقى هؤلاء. فتاتان مهذبتان هتبقى هاتان. تلميذ مجتهد هتبقى هذا تلميذ مجتهد. طب في حاجة هنصححها، صحح ما تحته خط فيما يلي. هذه لاعب قوي، لاعب قوي ياخد ايه؟ لاعب مفرد مذكر، هيبقى المناسب ليه هذه ولا هذا؟ هنفكر، هذا ولا هذه؟ اكيد طبعا مفرد مذكر، هذا، هذا لاعب قوي. طيب هؤلاء كتابان مفيدان، هو انتوا شايفين كده صح؟ هؤلاء كتابان مفيدان صح؟ ازاي هؤلاء تبقى كتابان؟ ما ينفعش طبعا، هتبقى هذان، لان المثنى بياخد مثنى زيه، وهذان مثنى مذكر، يبقى هذان كتابان مفيدان.
طيب نفتكر دايما مع بعض ان اسماء الاشارة بستخدمها للاشارة لشخص قريب، بستخدمها للاشارة ايه؟ على شخص قريب، مش اسماء الاشارة البعيد ذلك وتلك، لكن اسماء الاشارة القريب هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، لازم نحفظهم. اسماء الاشارة القريب هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. ويا رب نكون فهمنا، واي حاجة مش عارفينها يا ريت تقولولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.